في ضوء البحث النفسي، قرر عدد متزايد من البلدان والمنظمات اعتماد نهج إجراء مقابلات استقصائية للمشتبه بهم لا يعتمد على الإكراه. في عام 2016 قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وأستاذ القانون خوان مينديز تقريراً يدعو إلى وضع بروتوكول عالمي يحدد مجموعة من المعايير لأساليب المقابلات غير القسرية والضمانات الإجرائية التي ينبغي من حيث القانون والسياسة أن يتم تطبيقها كحد أدنى على جميع المقابلات التي يجريها مسؤولو إنفاذ القانون. نتيجة لذلك تم إنشاء لجنة دولية متعددة التخصصات في عام 2017 من أجل إعداد مبادئ إجراء المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات التي صارت تعرف الآن باسم مبادئ مينديز. نشرت هذه المبادئ في يونيو 2021 وهي تتألف من 6 مبادئ جوهرية. أولاً، يتم توجيه المقابلات الفعالة عن طريق العلم والقانون والأخلاق. ثانياً، المقابلة الفعالة هي عملية جمع معلومات شاملة، دقيقة وموثوقة، أثناء تنفيذ الضمانات القانونية ذات الصلة. ثالثاً، تتطلب المقابلات الفعالة تحديد احتياجات الأشخاص الذين تتم مقابلتهم في حال كانت لديهم مواطن ضعف ومعالجتها. المقابلة الفعالة هي مهمة مهنية تتطلب تدريباً محدداً ومؤسسات شفافة تخضع للمساءلة. أخيراً، يتطلب تنفيذ المقابلات الفعالة تدابير وطنية صارمة. وفقاً لهذه المبادئ، توجد حاجة للابتعاد عن الممارسات التي تستخدم الاتهام أو الإكراه أو التلاعب أو محاولة الحصول على إدلاء. وقد توصل الباحثون إلى نتيجة مفادها أن أسلوب المقابلات السائد يرتبط بإنكار المشتبه بهم للجريمة. يقدم البحث حول الممارسات غير الفعالة من مجموعة واسعة من التخصصات دلائل هامة على أن تطبيق الإكراه يمكن أن يعزز المقاومة من جانب الشخص الذي تتم مقابلته، يؤدي إلى تقديم معلومات مغلوطة أو اعترافات كاذبة، يمكن أن يأتي بنتائج عكسية من خلال عرقلة جمع المعلومات الواقعية، ويمكن أن يتدخل في عملية استرجاع الذاكرة. لقد أدت هذه الممارسات إلى حالات اعتقال خاطئة وجمع استخبارات مغلوطة حول العالم، مما قوض بالنتيجة أهداف وفعالية إنفاذ القانون وجمع المعلومات الاستخبارية. يدعم البحث حول الممارسات الفعالة الأساليب القائمة على الوئام وعدم الإكراه، ويوصي بتطبيق آليات فعالة يمكن تطبيقها بنجاح من قبل المتخصصين المدربين. يعد تكوين العلاقات مهارة تكيفية تساعد في إنشاء صلة عمل بين الأشخاص وتمكن من التواصل بشكل أفضل. تظهر الأبحاث المكثفة أن مثل هذه المقابلات تحفز التواصل بين المحاور والشخص الذي تتم محاورته، تحفز عملية استرجاع الذاكرة، تزيد من دقة وموثوقية المعلومات المقدمة، تمكن من استكشاف صحة المعلومات المقدمة، تزيد من احتمالية جمع الاعترافات الحقيقية والغنية بالمعلومات، تقلل من مخاطر الحصول على معلومات مغلوطة أو اعترافات كاذبة. وأخيراً، تلعب هيئات إنفاذ القانون وهيئات التحقيق الأخرى بالإضافة إلى المخابرات والخدمات العسكرية دوراً حيوياً في خدمة المجتمعات والحفاظ على الأمن العام من خلال اكتشاف الجرائم ومنعها وحلها، فضلاً عن ضمان حقوق الإنسان.